مبروك على موقع مصرون. ألف مبروك على الفيلم. شكرا. قولي لنا دورك في الفيلم. أنا دوري بنت أحمد عز، اسمي فريدة في الفيلم، وبابايا اللي هو أحمد عز في الفيلم، فهو كان فيلم حلو قوي وأنا حبيت الفيلم. إيه أكتر حاجة كانت حلوة وخليتك تحبي الفيلم؟ أحمد عز كان على طول بيضحكني وعلى طول كان بيهزر معايا، فأنا حبيت الفيلم. طب قولي لنا كده، إيه المشاهد اللي ممكن تبقى ما بينك وبين أحمد عز؟ أكتر مشهد كنت حباه وأنت مع بتقدمي مع أحمد عز؟ هو في مشهد في الفيلم المفروض إن هو أنا قاعدة على الكنبة، مش فاكرة كنت بقوله إيه، وبعدها خلاص مش هكمل. قولي لي طيب، انت حابه تكملي في التمثيل؟ انت قلتي لي ان انت شاركتي في ونحب تاني ليه. وشاركت في مسلسل اللعبه، ومسلسل وضع امني مع عمرو سعد، ومسلسل ممنوع الاقتراب او التصوير. حابه لما تكبري تكملي في ممثله تبقي ممثله؟ yeah. مين اكتر ممثله انت بتحبيها وحابه تبقي زيها؟ ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز. مين تاني؟ و احمد عز ومحمد رمضان وعمرو دياب. بتشتغلي مع مين طيب الفتره اللي جايه؟ في حاجه بتشتغلي فيها فعلا في ورق معروض عليكي؟ لا ما اعرفش، ان شاء الله في يعني حاجات تانية هتجيلي باذن الله. شكرا يا كنسي. عفوا.